هذا البرنامج برعاية تقدم عيادة أستاذ دكتور موريس فكري استشاري جراحات التجميل والليزر ورئيس قسم التجميل بالمستشفيات التعليمية خدمات متعددة ومنها عمليات شفط الدهون ونحت الجسم وتنسيق القوام وحقن الدهون الذاتية وشد ترهلات الجسم وتكبير أو تصغير الثدي وحل مشكلة التثدي عند الرجال، تجميل الأنف وتجميل الجفون والشفاه وحقن الفيلر والبوتكس والميزوثيرابي، إزالة التصبغات والهالات السوداء بالليزر، إزالة الشعر بالليزر، واستخدام الليزر في تحسين أثار الجروح والحروق. تمتاز العيادة جراحة التجميل بجانب الجراحات التجميلية بوجود الأجهزة المتميزة والمتطورة نظرا للتقنيات الحديثة الموجودة. هنتكلم على الأول الجهاز الهايفو. الجهاز الهايفو من الأجهزة اللي هي عمل الطفرة كبيرة جدا في مجال التجميل من ناحية شد ترهلات الرقبة والوجه والجسم. الجهاز الثاني اللي عندنا في المركز الجهاز الفراكشن ليزر. الفراكشن ليزر من الأجهزة المهمة جدا في إزالة وتحسين أثار الجروح والحروق. الجهاز الثالث اللي هو جهاز اللي هو السكيو سويتش لإزالة الوحامات الدموية وتحسينها وإزالة التصبغات الموجودة، وفي نفس الوقت الوشم اللي هو التاتو بيشيل التاتو إذا كان التاتو العادي أو التاتو الملون. في الجهاز الفراكشن ليزر ذكرناه، معاه في الجهاز اللي هو الكاربوكسي. الجهاز الكاربوكسي من الأجهزة المهمة جدا والجهاز الوحيد المستعمل في الترهلات والانتفاخات الموجودة تحت العين والهالات السوداء، بيحسنها. الجهاز اللي هو الكاب ليزر او الليزر لعلاج سقوط الشعر الاي جرو، جهاز امريكي واخد اف دي ابروفل، عباره عن كاب ليزر. بيستعمل هذا الجهاز لعلاج سقوط الشعر وبعض حالات الصلع مع استعمال الميزوثيرابي واستعمال البلازما البي ار بي. بنعمل جلسه تقريبا كل اسبوع، بيحسن في خلال 3 شهور وبيدي نتائج كويسة جدا في حالات سقوط الشعر عند الرجال والسيدات. عيادة الدكتور موريس فكري استشاري الجراحة والتجميل والليزر. احنا هنا متواجدين كل يوم من الساعة 4 لحد الساعة 9، بنستقبل البيشن ما عدا الجمعة، دي الأجازة الرسمية بتاعتنا. البيشن أول ما بيخش عندنا بنعمل له فايل، بناخد رقم تليفونه واسمه وحالته لو في عنده مرض أو أي حاجة مزمن، بناخد كل الفايل دوت وبيقعد يستنى الدور بتاعه لحد ما بيخش للدكتور. ولو في تليفون مسبق وهو حاجز بيخش على طول من غير ما يبقى قاعد، يعني هو حاجز اوريدي بيخش على طول للدكتور. انا اخويا صيف في حادث ليه شهرين، رحنا الدكاتره كتير، الدكاتره كلها قالت العمليه صعبه جدا. عرفنا ان المكان الدكتور موريس فكري من طريق حد جه زاره هنا، وبعد كده جينا والدكتور عمل العمليه، والعمليه حققت نجاح كبير جدا. ولغايه دلوقتي العمليه طبعا في تطور كتير والحاله مستقره، واحنا بنشكر الدكتور موريس على اللي عمله معانا. وفعلا بامانه الدكتور موريس كان سبب في نجاح العمليه.
أستاذ دكتور موريس فكري، استشاري ورئيس قسم جراحات التجميل والليزر بالمستشفيات التعليمية. عنوان العيادة 126 شارع النزهة، ميدان تريومف، مصر الجديدة. عيادة التجمع الخامس، مول سي ام سي، عيادة 428 خلف المستشفى الجوي. تليفون 011-0-818-181 أو 012-888-370-37. أستاذ دكتور موريس فكري، استشاري جراحات التجميل والليزر، ماجستير الجراحة جامعة القاهرة، دكتوراه في جراحة التجميل والحروق، استشاري جراحات التجميل والليزر ورئيس قسم التجميل بالمستشفيات التعليمية، عضو الجمعية المصرية والأوروبية للتجميل، مدرب الأطباء بالزمالة المصرية، وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة قصر العيني.